اتفضل يا فندم. بالنسبة للشاب اللي توفى محمود البنا اللي كان بيدافع عن بنت وفي 3 ولاد تقريبا اعتقدوا عليه وقتلوه وطلع الاولاد حدث يعني تحت السن. انا بستاذن المحامين الكبار اللي حاضرين معاه، انا يشرفني احضر معاكم لو حد جاب لي ملف القضيه متطوعا. كلامي واضح يعني؟ يشرفني ان انا احضر عن هذا الشاب الجميل اللي انا شفت صورته وكل جريمته وكل جريمته كل جريمته ان هو دافع عن بنت من ولاد اصلا سفله مش متربيين. نعم. انا بقول لي طبعا مع محامين كبار من عنده، لكن بقول لهم يعني لو تحبوا ان انا اكون محامي معاكم اساعدكم ده شرف ليه. اي محامي لسه شاب صغير يجيب لي ملف في القضيه، هي اعتقد هي محكمه طنطا او شبين الكوم حاجه كده يعني. شبين الكوم. يجيب لي الملف ويشرفني احضر الجلسه عن هذا الشاب كمدعي بالحق المدني. نعم. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا النهارده سعدت بزياره السيد كامل وزيري وزير النقل المحترم اللي زار اسره محمد، اللي قبل ما نتكلم اللي هو اللي نزلوه بالقطر وزقوه. طب انا عايز اقول للاخ الكمساري ده، هو انت مش بتاخد لاسرتك وعيلتك تذاكر مجاني؟ يعني كل كمساري بيبقى ليه تذاكر، كل ناظر بيبقى ليه عدد من التذاكر. خلاص؟ ف ازاي تقول له يعني لغايه دلوقتي مش متخيل، ازاي تقول له يا تدفع يا تنط؟ ينط ايه؟ ينط ازاي وواحد يموت والتاني يتبتر رجله؟ ف الولد اللي انا شفت اسرته وطلع كل اللي بيعمله بيعمل ميداليات تقريبا كده بيصنعها وبيركب القطوره علشان يبيعها هو وزميله، يعني لا حرامي ولا نصاب ولا كان عربجي ها وعمل مليارات من الحشيش ولا كان عيل موظف صايع مرتبه 70 جنيه وعنده مليارات من سرقه البلد اللي ما تدفعش ضرايبها ها وسرق اراضي البلد. فالواد غلبان عشان تذكره هو واقف. يعني برضو المشكله ان هو ان الولد ده ما كانش حاجز كرسي، ده كان واقف. ايوه. يعني ممكن تعتبره فراش في القطر، مش كده؟ يستنى اول محطه رايزو ينزله، يعني يخليه واقف جنبه واول محطه القطر يقف يقول له انزل، اتفضل انزل. سهله يعني. القصه مش قانون بس. القصه ما بقتش قانون. لا بقت ما فيش رحمه. مفيش رحمة. كلنا زعلانين وكلنا حزنانين على شاب جميل مكافح مناضل. انا شفت اسرته النهارده، ليه 2 اخوات كانوا طالعين مع الاستاذ احمد موسى، كان عامل تقرير. شيء مقرف وشيء محزن. فالسيد الوزير طلب بكل ادب واحترام، قال اي اتعاب للمحامي اللي هتجيبوه انا هدفع. انا بقول لسيادة الوزير متشكرين، انا متطوع بالدفاع عن هذا كمدعي بالحق المدني عن هذا الشاب اللي توفى عشان علشان ايه؟ عشان تذكرة 50 جنيه. يا جماعة يعني روح بني ادم تروح عشان 50 جنيه وانا عندي ناس سارقة مليارات؟ 50 جنيه روح بني ادم بقت رخيصة ب50 جنيه. فأنا بقول طبعا للسيد الوزير من فضلك أنا متطوع، عشان حضرتك قلت إنك أنت هتجيب محامي على حساب الوزارة، أنا بقول له سيادتك من غير حساب الوزارة أنا متطوع من غير أي أجر للدفاع عن حق هذا الولد قدام المحكمة.